ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذ محيي، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام السلام ورحمه وبركاته. الله. ممكن اسال الدكتور بس سعد حامد على؟ اتفضل اتفضل يا استاذ محيي. الله يبارك فيك. انا بس انا زوجتي مريضه ارتجاع مريء. مع ايوه سيادتك فندم. اتفضل كمل. زوجتي مريضه ارتجاع مريء، ايوه. وبعدين هي عندها سكر برضو، والتراكمي عندها وصل ل 10 و6 من 10. والصايم بس كام؟ فندم، والصايم كام؟ وبعد الأكل بساعتين كام؟ هو كنا قايسينه من يعني بعد الأكل كان 218، والصايم وقبل الأكل كان حاجة 160. واللي طلع 10، في حاجة غلط في الاتنين، بعدين ابقى افسرها. وبعدين وبعدين لسانها دلوقتي فيه التهابات، فيه تقرحات. في ابيض، اللسان مبيض نعم؟ تقرحات، وفي بياض عليه كده زي ما يكون عليه ايوه بالظبط بالظبط يا فندم. زي لبن الزبادي الناشف. لا ده هي من فترة كده تعبان. انا بتكلم على اللسان. اللسان هو فيه تقرحات كده وفيه تنميل. وفي حاجات بيضة عليه. ايوه يا فندم. طيب وبعدين دلوقتي هي دلوقتي تعبانة، وبعدين هي تعبانة حاليا من ارتجاع المريء، وعامل لها لسانها تعبها زي ما كنت التهابات جامدة ومش مظبوطة. يعني هي بتقول قاعدة طول النهار زهقانة وتعبانة ولسانها طيب تعبها خلاص خلاص، اللي انت بتقوله ده ما يخصنيش. وزنها اخر 6 شهور زاد ولا قل؟ اللي هو وزنها؟ لا 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 يعني ايه؟ لا 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 ما زادش. يعني هو وزنها 85 كيلو. لا زاد ولا قل؟ لا لا. جميل. هي سنها كم سنة؟ سن 63 سنة. وزنها كم كيلو؟ 85. الله يبارك فيك. طيب يا فندم، بتاخد علاج ايه؟ اخر سؤال عشان بس ندي فرصة للناس. علاج اللي بتاخده. طب خلاص. طيب. ماشي. شكرا احنا بس عايزين نقول للناس يبقوا مجهزين نفسهم. واخد بال حاجة عشان يدوا فرصة لغيرهم. أكيد. أنا بفهم بسرعة قوي 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 غير ما تتوقعوا. أكيد يا دكتور. فلو أنت اتكلمت 100 كلمة في الثانية واللي أنا عايزه، هتتشخص بأمر الله وتتعالج خلال 50 ثانية. بنجاح يتجاوز 90% بأمر الله. فأنت تقول كلمة واحدة تخليك معايا، الكلمة اللي هتقولها بتلزق ما بتروحش بالنسبة له. تمام. احنا السكر فيه، معلش انا عارف معاك ناس. لا 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 براحتك يا دكتور. معلش عشان الفصر دي. كان معايا اتصال وفصل. دلوقتي حضرتك الصايم مثلا بيقول 100 مش عارفه كام، والفاطر 200 وكام، والتراكمي 10. المشي الدنيا مش ماشيه، في غلط هنا. يا اما هي خدت الصايم وبعد الاكل بساعتين في اوقات هي ما كانتش واكله كويس، كانت مقلله الاكل او عامله مجهود، او التراكمي طالع غلط. بس انا امشي ان التراكمي هو فيه غلطه شويه لان الوزن ما نزلش او ما طلعش. الالتهابات اللي في بقها وارتجاع المريء هتاخد حاجه اسمها مايكوستاتين، عشان بنقي حاجات رخيصه يعني. ده ممتاز. مايكوستاتين قطره، بنرج الازازه وناخد ملء قطاره بعد الاكل 3 مرات وقبل النوم، وما تحط القطاره في بقها، تحتفظ بيها في الفم مش تبلعه. واخد بال حضرتك؟ ده ان شاء الله هيخفف القرحه دي اللي هي طالعه. نمره 2، هتاخد دواء اسمه بريمبران برضو رخيص، 10 ملي جرام حبة قبل الأكل بنص ساعة 3 مرات. ما تاكلش قبل بعد صلاة المغرب، وتنام حضرتك ترفع السرير شوية، تحاول حضرتك تبعد عن المسبك والحادق والمياه الغازية وما إلى ذلك، تلبس هدوم واسعة قبل ما تنام. تمام. على أساس ارتجاع المريء ونشوف له الوضع ده إيه، أسبوعين وتكلمني تاني. ألف تمام. سلامة.